ذات النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جميلا عن مملكة النجاشي في الحبشة، وكلامه لا زال إلى الآن عنوانا للحبشة، وكان يذكر هذا الملك ويقول إنه ولم يكن قد أسلم بعده، ويقول بأنه ملك لا يظلم لديه حق، لا يظلم لديه أحد. إذن كلام من هذا القبيل متردد، وكثير من الناس الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك وفود جاءت ووفود شيبان الذين جاءوا وفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كلاما جميلا، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جميلا، بمعنى أننا لو جمعنا مقالات النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين الذين كانوا وما ذكره فيه ممن كانوا يستحقون هذا القول، فإن ذلك هو نوع من الإنصاف ونوع من الحياد والقول الذي استهوى الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعلم أصحابه أن يكونوا كذلك في تعاملاتهم مع الغير، وكان بعض الصحابة يبعث به النبي صلى الله عليه وسلم ليخرص التمر لبعض الذين كانت لهم معاهدات من مع النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، فكان كذلك كانوا لا يجورون وكانوا ينصفون وكانوا يعطون الناس حقهم. لذلك هذا الذي استهوى كثيرا من الناس، الناس الآن يطرحون سؤالا بما انتصر الإسلام، هل انتصر بالسيف أو به؟ أين كان السيف حينما كان بلال بن رباح؟ طبعا الإسلام له نور وجاذبية سبقت السيف، السيف إنما وقع بيد المسلمين لما قامت الدولة، من أحكام الدولة لا من أحكام الدعوة. إن الذي كان يستهوي الناس هو هذه الأخلاق التي أصلها الإسلام، وهذا العدل وهذا الإنصاف في كل الأشياء، فكان الناس يقيسون الأشياء وينظرون كيف يتعامل المسلمون مع المخالفين ومع الموافقين وأنهم لا يظلمون. وجاءت كل الشريعة الإسلامية فيها تسير في هذا. لو قلت لكم إن ما كتبه المسلمون من كتب، بل إنهم أحدثوا علما خاصا هو علم السير، ومن شاء فليقرأ علم كتاب السير الكبير. علم السير ليس كالسير النبوية، هو السير أي تعاملاتنا مع غير المسلمين، ما لهم من حقوق وما هي حدود تعاملاتهم وتصرفاتهم، هذا شيء لا نظير له. والمسلمون فعلا كانوا يتسامحون كما أو يتعاونون ويسيرون، ليس فقط لأنهم كانوا أبناء لحظة وكانوا يختارون ذلك، لا، هذا كان مؤصلا بالفقه. عندنا كتب في أحكام الكنائس وأنه لا يجوز الاعتداء عليها ولا يجوز المساس بها لأنها تنتمي إلى دين آخر له مكانه، ويجب أن يبقى أصحابه عليه يتعاملون بغير أن نضايقهم فيه. وهذا طبعا كما قلت فقه واسع. لماذا كانت عندنا نحن في الشرق العربي أكثر من 11,000 كنيسة في زمن المأمون؟ ألم يكن هناك أناس يمكنهم أن يهاجموا هذه الكنائس، أو أناس متحمسون يشعلونها أو يحرقونها أو يرون أن من تدينهم أن يفعلوا ذلك؟ لا يمكن أن يتم ذلك، ومن فعل ذلك كان آثما ظالما ووجب القصاص منه لأنه اعتدى على مؤسسة الإسلام يعطيها مكانها ويجعلها بعيدة عن المعتركات وعن الصراع. فهذا أيضا كما قلت ربما يغيب عن الناس، ومع الأسف الشديد إن الناس لا يقرؤون هذا، فيما يقرأ من الفقه لا يقرأ فقه السير. ومع ذلك أقول إن هذا الذي سارت عليه الأمة هو أن عليها أن تكون لها رؤية متماسكة وعادلة، وهذه هي الوسطية. الوسطية هي فكرة العدل أساسا، لأن هناك من تحدث عن الوسطية والإسلام دين الوسط، أي أنه لا يهمل الروح ولا يهمل المادة إلى آخر ذلك، هذه مظاهر الوسطية. لكن الوسطية في الأصل في جوهرها الفكرة هي فكرة العدل التي يجب أن يتشربها الناس أساسا. المسلمون يجب أن يتعلموا هذا، وخصوصا وهم الآن منظور إليهم.